بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. عندنا دي تكملة محاضرة النون فارسي الأمبرش أي بليدنج إن أدلتس، ومعاكم دكتور عمر رضا عبد المقصود، ماستر ديجري إن تروبيكال ميديسين تريني أت إيجيبشن فيلوشيب بروجرام في جاسترونترولوجي أند هيباتولوجي. نتكلم دلوقتي على الجزء الخاص بالاندوسكوبيك موداليتيز افيلابل فور مانجمنت اوف ابر جي اي بليدنج. زي ما احنا شايفين في الشاشه قدامنا، عندنا الانجكشن والانجكشن اوف ماتيريالز اهمها الادرينالين، فايبرين جلو، هيومن ثرومبين، سكليروزنس، الكحول، ثيرمال هيتر بروب، باي كاب بروب، جولد بروب، ارجون بلازما كواجيليشن اند ليزر ثيرابي. ميكانيكا عندنا الهيموكليبس والباندنج والاندلوبس ستيبلز والسوتشرز. السكوب احسن سكوب نستخدمه طبعا في المانجمنت اوفر جي اي بليدنج هو سيرابيوتيك اندوسكوبي وسكوب شانل. شانل هتبقى فور انجكشن وكواجيوليشن، والثانيه هتبقى فور سيمتينيوس ساكشننج ريجيشن واسبيريشن اللي كان بيفهم باي تو شانل. وممكن نستخدم سنجل شانل اندوسكوب زي ما هو معظم متوفر عندنا في مصر، هو السنجل شانل اندوسكوب. الانجكشن هنتكلم عن النيدل، والنيدل الشيب بتاعنا قدامنا ايه؟ هي موجوده من اوتر شيس، دي شكل النيدل، ده ريتراكتور بيتحكم في النيدل في حركه النيدل جوه وبره الشيس. النيدل دي بتكون من اوتر شيس، اما يكون من بلاستيك او تيفلون او ستانلستين، والستانلستين ده احسن حاجه فيه ان هو هيلب فور انجكشن ان ريترو فليكسد بوزيشن في الجاستريك كارديا، لان البلاستيك ممكن يحصل له شيرنج من كتر الفليكشن والريترو فليكشن للاندوسكوب. الانر بتكون من انر هولو كور فيه النيدل بتاعتنا. السايز بتاعتنا بتبقى رينج من 19 ل 25 جوج. طبعا احسن حاجه هنحقن بيها في الالسر بليدنج هي 23 ل 25. النيدل لينس بتاعتنا، اللينس بتاع النيدل دي نفسها بيتراوح من 4 ل 8 ملليمتر، والمينيمم اندوسكوبيك تشانل اللي احنا بنشتغل عليها لو حجمها سمول فرينج 7 فرينج لو سمول سايز هنشتغل على وركينج تشانل 2.8 مليمتر، ولو هو 10 فرنش كوب هنشتغل على وركينج تشانل 3.7 مليمتر. والانجكشن دايما بيبقى حوالين البليدر، يعني لو ده عندي ألسر وفي بليدنج انا بحقن حواليه علشان اعمل كومبريشن وفازو كونستريكشن على الارتريز اللي بتغذي الألسر دوت. هحقن قد ايه؟ الحقن بتاع الادرينالين، الادرينالين الامبول الواحد هو 1 مللي وتركيزه 1 على 1000، وبيعمل لوكال تامبونادنج وفازو سبازم، والتكنيك بتاعه ان اكسبنسيف بيأثر لنا وبيعمل لنا افكتيف تمبوري هيموستيز. الدايليوشن بتاعي الستاندرد هو 1 على 10000 و1 على 20000، وده حققه ان انا اجيب 1 سنتي ادرينالين احله في 10 سنتي اكمله ب 9 سنتي محلول ملح او ميه، يبقى كده السرنجه اللي معايا 10 سنتي تركيزها 1 على 10000. لو انا عايز احل 1 على 20000 هاخد ال 1 سنتي احله في سرنجه 20 واكمله 19 سم محلول ملح، يبقى كده التركيز بتاعي 1 على 20000. بس في سبيشال سيركمستانسز للعيانين اللي هم هاي ريسك للسايد افكتس بتاعه الادرينالين، زي العيانين الكاردياك اللي عندهم اريثميات، او لو انا هحقن في اسوفي جاستريك جانكشن اللي بنفرن هعمله انجكشن في الاريا دي، ممكن يدخل السيستميك سيركيوليشن ويزود فيرست باث ثرو الليفر ويعمل لي مشاكل، فهنا هعمل دايليوشن 1 على 100000، وده عن طريق ان انا هجيب 1 سنتي ادرينالين احله على 9 سنتي محلول ملح عشان التركيز يبقى 1 على 10000، وبعد كده اخد منه 1 سنتي احله في سرنجه ثانيه على 10 سنتي، يبقى كده التركيز عندي 1 على 100000، وساعتها هحقن بيه نص ل 2 مللي الليكويدز في الفور كوادرانتس وزن 3 مليمتر اوف ذا بليدنج سايت، وهنجيب صوره توضح الكلام ده. يعني زي الصوره دي عندنا، انا لو عندي السر كبير اهو وعندي في النص فيه بليدر، انا هحقن في الاربع اجناب بتوع البليدر دوت على بعد 3 مليمتر من كل اتجاه، احقن من نص ل 2 مللي فليكويد. الغرض بتاعي ان انا اعمل الكومبريشن واستخدم الابنفرين ان هو فازو كونستريكتور، هو بيعمل لي ديوال افكت كومبريشن بالسايز بتاعه على البليدنج فيسل و فازو كونستريكتور فيقلل البلاد سبلاي. الادفانتج بتاعته ان هو ايزي وبيخلي الفيلد كلينر وبيهلب تو سلو او ستوب البليدنج، وممكن استخدمه كمان افتر ميكانيكال هيموستيز لو في سمول اوزنج. الادفيرس افكتس بتاعته انه ممكن يزود البليدنج او الري بليدنج لو انا استخدمت حجم الايد الكبيره او حقنت حاجه هايلي فاسكولار وما خليتيش منتند لحد ما احقن الاموانت بتاعتي كامله، ممكن ازود اللي يحصل البليدنج
والباول اسكيميا والبرفوريشن اللي هو راح انتي سكليروزنت ايجنت في الوول وحصل اكسترا بوزيشن، والسيستميك سايد افكتس بتاعت الانجكشن ثيرابي زي ما قلنا في العين الكارديك لو انا بحقن في الاسوديو جاستريك جانكشن. دي اسماء مواد اخرى ممكن احقنها زي الهايبرتونيك سلايم، ممكن احل الانفلام مع هايبرتونيك سلايم بالاماونتس المكتوبه عندنا هنا في الجدول، والتوتال اماونت اللي انا احقنها تبقى في الاولانيه 9 ل 12 مليمتر. وممكن اريبيت البروفيلاكتيك انجكشن لو في فيسب والفيسل 48 ساعه. يعني هو المشكله بتاعت الابنفرين دايما ان هو تيمبورالي افكت، فما ينفعش استخدمه لوحده خالص. ممكن احقن ابنفرين وبعده بلودي كانول، احقن ابنفرين بتركيز 1 على 10000 او 1 على 100000 زي ما قلنا، وبعد كده احقن بلودي كانول 1% 5 مللي، وبرده بحقن في الصب ميوكوزا حوالين البلاد فيسل 3 مللي حواليه داير ما يدور لحد ما يحصل كومبريشن ويديني جود افكت. ممكن احقن ثرومبين، ممكن احقن ابسولوت ايثانول. ابسولوت ايثانول ده ميزته ان هو 98% دي هايدريتد ايثانول، بحقن 0.1 تو 0.2 مللي انجكشن عند اربع اماكن حوالين البليدنج فيسل 1 تو 2 مللي اواي فروم الفيسل. ودي الانجكشن اوف ابسولوت ايثانول انديكيتد باي اي سي جي جايد لاينز 2021. ثيرمال كنترول اوف بليدنج، الثيرمال هيموستاتيك ديفايسز عندنا بيتقسموا لكونتاكت ثيرمال ديفايسز ونون كونتاكت ثيرمال ديفايسز. والكونتاكت ثيرمال ديفايسز من اسمها لازم اعمل كونتاكت مع البليدنج سايت او التيشو اللي انا عايز اعمل له كواجيوليشن. بعد بعمل بي لوكال تامبونادنج ميكانيكال بريشر بروب تيب دايركتلي اون بليدنج سايت، واعمل معاه كومباين ويز هيتنج اور الكتريكال كارنت تو كواجيوليت البلاد فيسل، والبروسيس دي اسمها كواكتيف كواجيوليشن. وده متوفر منه عندنا الهيتر بروب وده بيجنريت الهيت دايركتلي، بس للاسف من سنه 2019 الجهاز اللي بيولد كهرباء متوصله بالهيتر بروب ابتدى التصنيع بتاعه ما يبقاش موجود، والهيتر بروب ابتدى يبقى مش متوفر. والمالتي بولر او الباي بولر الكتروكوتري بروب وده بيجنريت الهيت ان دايركتلي باي باسج اوف ان الكتريكال كارنت ثرو التيشو. المونوبولر او الباي بولر هيموستاتيك فورسبس ده برضو another method indicated by ESG guideline و ACG guideline 2021. و non-contact thermal devices as argon plasma coagulation and NIDIAG laser. Heater probe consists of teflon coated hollow aluminum cylinder وفي inner heating coil. الانر هيتنج كويل دي التيب بتاعتها في ثيرمو كابلنج ديفايس عند التيب بتاعت البروب بتسمح لنا ان احنا ندي كونستنت انرجي اوتبوت ميجرد ان جولز، بحددها انا على الجهاز بتاعي من الاول سواء 15 او 30 جول. وفي فود بيدل بتكنترول الهيت اكتيفيشن اند ريجيشن، وموجود في تو سايزز، سايز صغير 2.4 ملم وده بيشتغل في وركينج تشانل 2.8 ملم، ولارج سايز وده 3.2 ملم بروب وده بيشتغل في وركينج تشانل اندوسكوبي 3.7 ملم. والادفانتج بتاعته ان هو بيلور بليدنج ريت ويقلل ترانسفيوجن ريكويرمنتس ايكويفالنت تو المالتي بولر الكتروكوتري. وفي تكنيكال ديفيكالتس مش موجوده زي اللي موجوده في الحقن مش موجوده فيه زي الحته اللي هي الليسر كيرفيتشر السوبيريور اوف ديودينال بالب ايزلي اكسسد بالهيتر بروب. والديس ادفانتج اللي موجود عندنا ديسلوجمنت اوف تيب او البرفوريشن، لان انا ما بقدرش احدد الديبس اوف كواجوليشن اوف تيشو لان انا بعمل كومبريشن عنيف، والكومبريشن ده في بري سيلكتد جولز بديها ولازم هتوصل كامله، ما بلحقش نفسي ان انا ابعد عن التيشو، ممكن يحصل ترانسميشن للانرجي دي فتعمل لي برفوريشن. فالسيتنس بتاعته في الاجزاء اللي موجوده من جي اي تراكت اللي هي ثين لازم أأدي سبيشال سيتنجز. ده شكل الهيتر بروب ودي الميكانيزم اوف اكشن بتاعته. احنا من الثيرمال بروب اهو بعمل بيه كونتاكت وميكانيكال كومبريشن على البلاد بس اللي انا عايز اشتغل عليه، بعد كده بدوس على الفود بيدل اوصل هيت، الهيت دي تعمل لي كواكتيف كواجيوليشن، وعلامه من العلامات ان انا عملت افكتيف كواجيوليشن ان انا لما اشيل البروب يعمل لي بروب فوت برينت موجوده على السيرفس. المالتي بولر او الباي بولر الكتروكوتري على عكس المونوبولر كواجيوليشن، ده معمول بعد المونوبولر عشان يحسن لنا السايد افكتس اللي كانت موجوده فيه. مفيش جراوند بليت، جراوند بليت از نوت
required in multipolar electrocautery will current transmitted من one electrode on the probe to another electrode. الـ energy موجودة فيه when any pair of electrodes is in contact with the bleeding target. المالتي بولر الكتروكوتري بروب دوت في 6 بوينتس في التيب بتاعته. كارنت كان بي باس لو في كونتاكت بين اثنين بوينتس بس منهم allowing for tangential كونتاكت. ودي ميزه من مزايا المالتي بولر او الباي بولر الكتروكوتري، ان انا ممكن اشتغل tangential او perpendicular. عفوا. The maximum temperature achieved with this method is significantly less than that of monopolar coagulation or NBI. ودي ميزة من مزايا المالتيبولر أو البايبولر الكتروكوتري، أنه بيرزلت in less tissue injury and also greater efficacy for vessel less than 2 millimeter in diameter. المالتيبولر بروبس اللي موجودة الباي كاب أكمي أو الجولد بروب مايكروفيزيف available في اثنين sizes, small size 2.4 millimeter و3.2 millimeter sizes. Therapeutic endpoint for ulcer bleeding is when bleeding stops. Well, visible vessel that is يبقى flat أو there are flat stigmata in case of non-adherent clot. The greatest depths of coagulation usually achieved with low أو mid-range settings من 15 ل 25 واط. Higher watt setting had produced more tissue desiccation. بوصل الحرارة أو الكهرباء أو الإلكترو البايبولر الإرجي دي عن طريق pulses each pulse should be short and multiple 2 seconds long or a single pulse as long as 6 to 10 seconds in adults up to 40 seconds of total electrocoagulation may be required. Both the probe ده الزعيم بتاعهم أو أحسن حاجة اتعملت في البايبولر probes ده شكله وتركيب. اول حاجه دي انجكشن هاب. انجكشن هاب دي ريد برين بتيك الادرينالين سيرنج، ودي بتسمح لي ان انا اعمل كومباينيشن ثيرابي، ان انا ممكن احقن ادرينالين من خلال التب من خلال ان انا استخدم الانجكشن هاب ده. الحاجه الثانيه الكاثيتر هاندل. الكاثيتر هاندل دي رقم 2 وطالع منها سلكين زي ما احنا شايفين، رقم 4 ورقم 5. رقم 4 الاريجيشن بورت، وده بيسمح لي ان انا اغسل اثناء الشغل بتاعي، ودي ميزه عظيمه جدا. فانا وانا بعمل الكتروكوتري هعمل في المكان اللي انا شايفه بعينيا. الحاجه الثانيه الفايف اللي هو الباي بولر الكتريكال كونكتور، وده اللي بيتوصل بجهاز الايربي. ثلاثه دي التب الجولد تب اللي انا بلمس بيها البليدنج سايت وبعمل دي كواجوليشن زي ما احنا وصفنا قبل كده. الجولد بروب في ميزه ان مفيش بيشنت بليت او نيوترال كاب از نيدد. اكسسوري كابل ممكن يبقى اتاج للبايبولر سوكت في الديافيرمي بوكس. مش هنحتاج خالص الكوتكو اكس سوكت، انما هنشتغل ولا الكاتنج بانل هنحتاجها، انما هنشتغل على اوتو كواج وذ بايبولر افكت. الباور بتاعتنا هتبقى من 15 ل 30 واط للفيزابل فيسل او الدلفوي او المادوري فايس، وهنشتغل على باور اقل شويه اللي هي 10 ل 15 واط لو احنا في كولونيك بليدنج. ده شكل الباي كاب بروب، برضو احد الباي بولر الكتروكوتري بروبس. برضو في بورد فور اريجيشن، دي ميزه فيهم يا جماعه ان هي بتسمح لك انك تغسل اثناء الشغل بتاعك. المونوبولر او الباي بولر هيموستاتيك فورسبس هو اساسا اتعمل عشان يكونترول البليدنج في الاندوسكوبيك سبميكوزال دايسكشن او الثيرد سبيس اندوسكوبي بوينت، ولكن الاستاذز اللي كانت بتتكلم عليه في استخدامه في التريتمنت اوف بليدنج بتك السر لسه ليميتد وما توسعتش، بالرغم من ان الجايد لاينز الاس جي جايد لاين 2021 والاي سي جي جايد لاين 2021 قالت ان المونوبولر او البايبولر هيموستاتيك فورسز ممكن يبقى الترناتيف ميثود تستخدم في الهيموستاسيس. التكنيك بتاعه في البويم اللي سي تو كنترول بليدنج از البليدنج البلاد فيسل از جراسبد اند جنتل ريتراكشن باي ذا فورسبس زين سوفت كواجوليشن از ابلايد. في البليدنج بالالسر ميكانيزم مش كده، ده احنا بنلمس دايركتلي باي كونتاكتنج البليدنج بوينت از كلوز ذا تيب اوف هيموستاتيك فورسبس. والبوتنشال ديس ادفانتج للهيموستاتيك فورسبس هنا considered ان احنا الكواجوليشن افكت بتاعه بيقل في الام بريزنس اوف بلاد او بلاد كلوتس او ووتر بتوين التب اوف ذا فورسبس اند بليدنج بوينت.
وان المونوبولر نيتشر بتاعته بتخليني ان المود اوف كاردياك ديفايس نيد تو بي ري ادجاستد ان بيشنت ويز بيس ميكر او امبلانتد كارديوفيرتال ديفايبريليتور. وهو مش محبذ قوي ان هو يستخدم في الحالات دي، لان احنا بيبقى في جراوندنج بليت والكهرباء بتعدي جوه العيان فممكن تاثر على الاجهزه دي، فهنعمل موديفيكيشن في الاجهزه دي علشان نعدي القصه دي، يا مش هنستخدم المونوبولر وهنا يبقى احسن حاجه نستخدمها البايبولر هيموستاتيك بروبس. ودي امثله على اتنين كومون فورسيتس موجوده، الاوليمباس كو اجراسبر والفينجي فيلم كلاتش كلاتر، الاثنين مونوبولر، الاوبننج بتاعتهم واحد من 4 ل 6 ونص والثاني من 3 ونص ل 5، الويركينج لينس بتاعه ده 230 والثاني 180، الماكسيموم دايمتر بتاعه 2.75 من 100، هنا 2.7 من 100 2.7 من 10، كومباتبل تشانل الاثنين في التو سايزز موجودين، واليوز بتاعهم بيبقى سنجل، واليوز الكترو سيرجيكال كارنت ويفز ان ويتش البيك فولتج هيلد اقل من 200 فولت زي السوفت كواج مود بتاع الاير بي فيو 300 يونت، والتاتش سوفت مود اوف جي اي 4000 يونت هاز بين ديسكرايبد وين يوزنج هيموستاتيك فورسز. الارجون بلازما كواجوليشن، الارجون بلازما كواجوليشن دي نون كونتاكت الكترو كواجوليشن ديفايس. بيشتغل ازاي؟ عن طريق ديليفري اوف هاي فريكوانسي مونوبولر كارنت على الايونايزد جاز ارجون بلازما، يحول الجاز لارجون بلازما تو تارجت التيشو. الارجون بلازما لما توصل للتارجت التيشو بتعمل تيشو ديسيكيشن ات ذا سيرفيس، از ذا تيشو سيرفيس loses its electrical conductivity البلازما ستيم شيفت تو ادجيسنت نون ديسيكيتد تيشو and which again limits the types of tissue injury. The system that will require high frequency monopolar electrosurgical generator, an argon gas source, disposable flexible probes, grounding bed, and foot controls that result in synchronous gas release and electrical current delivery. البروب دي موجودة في تيفلون تيوب وتانج ستيكن مونوبولر الكترود جوه سيراميك نوزل close to the distal end of the probe. وحجمين موجودين 2.3 من 10 و 3.2 من 10 ملم اوتر ديامتر افيلابل، واللينسز اللي متوفره 220 ل 440 سنتي. البروب دي افيلابل تو دايركت البلازما ايزر بارلل او بربنديكولار تو الاكسس اوف ذا كاثيتر، والجاس فلو ممكن يبقى من نص ل 7 لتر، والباور سيتنجز من 0 ل 155 واط، والفولتج من 5000 ل 6500 فولت. الكواجيوليشن ديبس ديبندنت اون جنريتور باور سيتنجز والديوريشن اوف ابلكيشن والديستنت فروم البروب تيب تو التارجت تيشو. الاوبتيمم بتاعنا يبقى من 8 من 2 ل 8 ملم، وده فيديو هيوضح لنا القصه دي.
Application of ABC includes hemostasis for vascular ectasia, including gastric anterovascular ectasia and angiectasia, and radiation-induced enteropathy or proctopathy, treatment of bleeding ulcers, treatment of residual adenomatous tissue, and for ablative therapy. التكنيك بتاعنا السيتنجز بتاعتنا تبقى من 20 ل 50 واط with flow rate of 8/10 4.821 liter per minute. Operative distance 2 to 8 millimeter between the probe tip and the tissue. The surface to be treated should be optimally be cleared of liquid and blood, limiting usefulness of ABC in cases of active bleeding. The correct technique is to paint the surface to be treated as shown in the previous video. Complications reported in 0 to 24% of patients in various adult series include gases distension, pneumatosis intestinalis, pneumoperitoneum, pneumomediastinum, transneural perb, bleeding, stricture, chronic ulcerations, subcutaneous emphysema, perforations, pain, treatment site, and death. Laser photocoagulation, there are two main types of lasers, argon and Nidiag lasers. The Nidiag laser is the predominant laser used in gastrointestinal endoscopy. This laser admits continuous wave of infrared light with wavelengths ELF with opacity 1064 with a power up to 100 watts. This light is transmitted via 600 millimeter glass fibers in 2.5 millimeter Teflon caster passed via the endoscopic channel. Carbon dioxide is passed coaxially along the caster to disperse blood away from the bleeding site and to keep the fiber tip cool and free of debris. A filter is attached to IVs to prevent reflected laser light from entering the endoscopic eye. The intense laser light is directed to coagulate the tissue circumferentially around the bleeding site. This recommendation when a non-contact laser is used in an adult is to deliver 0.5 second pulses at 80 watts of energy from a distance of 1 centimeter and at least 2 to 3 millimeter away from visible arterial segment for our gastrointestinal lesions. Recommendations for contact applications also are available. The laser seems to offer little advantage over heated probe, multipolar electrocautery, and argon plasma coagulation. And because of its increased cost and decreased portability, the other modalities are likely to predominate in the foreseeable future. This table shows selected endoscopic accessories summarized. Injection needles, injection coagulation catheter, heater probe, multipolar probe, ABC, detachable loop, hemostatic clips, and diameters and sizes of them. Minimal endoscopic channel required in millimeters and representative products and manufacturers. And this table showing the settings for energy and the time of application. As we see, heater probe used in our GI tract bleeding settings tightna pre-selected 30 joules. Application from 3 to 8 seconds, 2 to 4 times, firm tamponading, then coagulate around the bleeding point, then on it. Decrease the setting and time of application in colon and serum and thinner gut wall in the risk of perforation. I like it. In monopolar, we start on the upper GI tract, pardon, mid-range, we start in mid-range, min 1 to 2 second pulses directly on the vessel, low L, min 1 millimeter circumferentially around the vessel, low actor, min 1 millimeter diameter. In bipolar, our multipolar, we start on 15 to 25 watt, 2 second pulses up to 14 second pulses, multiple. Firm tamponading, then coagulate, difficult angulation and the lesser curvature, deformed duodenum. ممكن تبقى موجودة قدامنا. الأرجون بلازما كواجيوليتور from 40 to 50 watt, 0.8 liter per minute flow of gas, 0.5 to 2 seconds pulses, multiple. Operative distance from 2 to 8 milliliter, paint confluent or near confluent. And avoid tissue contact with the probe tip surface should be free of liquid.
ميكانيكال. There are major two types of hemostatic clips through the scope clips and cap mount clips. Through the scope clips, almost most of the clips are two-pronged, newly sensitized three-pronged clips are available. Cap mounted clips are over the scope clip, Ovisco clip, or the bad look system. Hemostatic clips. The majority of clips are stainless steel with delivery deployment caster consisting of metal cap within a metal coil sheath within 2.2 millimeter Teflon caster. The majority of clips require a 2.8 millimeter endoscopy channel for deployment. Most clips are two-pronged. A three-pronged clip is available that requires 3.8 millimeter endoscopic channel, or tri clip of Cook. Two-pronged clip, approximately 1.2 millimeter wide, available in several lenses and opening angles ranges from 90 to 135 degree and open from 6 to 12 millimeter depending on the specific clip used. As you see in this figure, East clip of Olympus, Tokyo, Japan. It's available one applicator with multiple cartridge full of clips. Tri-clip in picture P of Cook Medical, United States. And C, resolution clip of Boston Scientific. This video will show the method of East clip working.
شكرا اولمبس. الكليبنج فور هيموستيسيس ريكواير ايدنتيفيكيشن اوف ذا اكزاكت بليدنج وين ان كونتراست تو انجكشن اوف ثيرمال تكنيك. The preferred technique is to clip the bleeding point first and then to apply additional clip around the bleeding point if necessary, because this is a mechanical technique. Secure clip deployment is achieved with maximum capture of tissue around the bleeding site, not just arterial base, but also some surrounding mucosa. هنا انواع مختلفه من الكليبس مختلفين ما بينهم وبين بعض في الشو سبان، الاوبننج انجل، الام ار اي كومباتبيلتي، الروتاتابيلتي، الري اوبننج. معظم الكليبس اللي موجوده روتاتابل، والري اوبننج كابابيلتي بتختلف من واحد للتاني، الاوبننج انجل بتختلف من واحد للتاني، والشو سبان زي ما احنا شايفين بوستون ساينتفك ريزوليوشن الاوبننج بتاعته 11 مللي، كوك انستنكت 16 مللي، كويك 2 اللي هو اوليمبوس 11 مللي. زي ما احنا شايفين برضو الكويك 2 كليب اند اوليمبوس الاثنين ام ار اي كومباتبيلتي مش موجوده، والري اوبننج مش موجود فيه. دي برضو مقارنه ثانيه ما بين الكليبس المختلفه في الوركينج لينس بتاعهم، الشو سبان بتاعهم، الفتحه بتاعتهم قد ايه، الري اوبننج كابابيلتي. احسن حاجه بتاع بوستون ساينتفك ريزوليوشن كليب ده عنده كابابيلتي ان احنا نقفله ونفتحه 5 مرات بس قبل الفايرنج طبعا. ودي ميزه من الميزات اللي تخليك تعدل وضعك وانت شغال. كلهم ما بيسمحوش ليك بالفلاشنج وانت شغال الا التراي كليب اللي هو بتاع ويلسون كوك الجديد. دي طريقه ازاي تعمل ديبلويمنت الكليب شرحها كوك مع الانستينكت.
indication of use of endoscopic clipping FDA approved. اللي هم مين؟ ميوكوزال الصاب ميوكوزال فيكس اقل من 3 سم. بليدنج ألسف. ارترز اقل من 2 مللي. بوليبس اقل من 1.5 مللي من الدايمتر. دايفرتيكولي اند كولون. وسبلمنتري مسس في الكلوجر اوف جي اي اليومينال اوبريشن اقل من 20 مللي. انكورينج تو افيكس جوجنال فيدنج تيوبس تو الوول. وعندك اسماء الكليبس اللي اف دي ابروفد في الفانكشنز دي. في انديكيشن تانيه كتيره جدا للكليبس في الاندوسكوبيك مانجمنت. عندك في الجي اي بليدنج بيبتيك السر مابريفايستير ديلفوي بوست بليبيكتومي فاريسيال بليدنج دايفرتيكولار بليدنج فروم ديودينم دايفرتيكولار بليدنج من الكولون and post sphincterotomy bleeding, focal bleeding and ulcerative colitis and AV malformation, we securing tubes زي feeding tube, manometry catheter, esophageal metal stent, closing perforation في الاسوفيجاس وفي الاستومك والديودينم والكولون, sealing anastomotic leak and fistula of the GI tract, direct therapy or identify anatomical landmarks زي assisted intervention radiology for embolization of a bleeding vessels, irradiation oncologists focusing the radiotherapy of cancer, and the surgeon in deciding the extent of resection, we facilitate the physiologists to identify esophageal landmark and the evaluation of esophageal function, cut the blood supply to a polyp, clip and cut divert ديكوليكتومي كليب اسيستد بيلاري كانيوليشن. الليميتيشن اوف كليب ابلكيشن ريليت تو لوكيشن اوف ذا ليجن اند تو سايز كرايتيريا. بروكسيمال ليزر كيرفيتشر اند جاستريك كارديا مي بي ديفيكولت تو ابروتش فور كليبنج دايركتلي اور ان ريتروفليكس بوزيشن اند يودينال السرز مي بي اولسو ديفيكولت تو كليب ديبندنج اون ذير لوكيشن سبيشالي ذوز انفولفينج ذا بوستيريور وول اوف ذا يودينال بالب. Fibrotic ulcers or lesions may be difficult to clip. Arterial vessel larger than 2 millimeter in diameter may not be amenable for clipping. And there are other published criteria for size limitation in cases of perforation, mucosal defects, and polyps. In most cases, the clips dislodge spontaneously within 2 to 4 weeks and pass in stool, although some have been in place for more than 1 year. Although no adverse effects have been reported, magnetic resonant imaging may be contraindicated if clips are present. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا ده endoscopic management of bleeding point عندك في picture A. قربنا عليها بالكليب ابتدينا نقرب الايدجز من بعض ونمسك التيشو حوالين البليدنج سايت. وقبل ما نعمل فايرنج اتاكدنا ان الوول مش ديستندنج جدا فشططنا شويه وبعد كده عملنا ابلكيشن وفايرنج للكليب والكليب هنا ماسك كويس جدا. ودي صوره ثانيه للبليدنج سايت وممسوك الكليب. ميكانيكال ليجيشن لوبس. اللوبس دي عباره عن ديتاتشبل نايلون لوب اندو لوب اوليمبس امريكا دي افيلابل اند كان بروفايد ميكانيكال ليجيشن ويزاوت كوترايزيشن. والشيس بتاع اللوب ده تيفلون كوتد والاوتر ديامتر 2.6 ملم اند ريكواير 2.8 ملم شانل فور ديبلويمنت واللينس بتاعها 230 سنتيمتر وبوست ريلودابل سنجل يوز بريلودد ديفايسز الاثنين افيلابل. البرايمري انديكيشن فور لوب بليسمنت از تو بريفنت اند مانج بوست بوليبيكتومي بليدنج. Band ligation for hemostasis is an extension of ligation technique used to treat esophageal varices. Band ligation is most effective for bleeding from non-fibrotic lesions and has been used to treat variceal bleeding and chronic delphoid lesions, bleeding from internal hemorrhoids, Magrivise tear, angiectasia, duodenal ulcer, proctomy sites. Ligation seems to be extremely efficacious method for treating delphoid lesions, especially those located where hemostatic clip application is difficult, such as proximal gastric body. Ulceration after ligation has been reported and similar to that which occurred after variceal ligation. This has not been associated with recurrent bleeding in case of delphoid lesions. دي صورة الدلفوي ليجن جاست بلو جاسترو اسفجيال جانكشن معمول لها باند ليجيشن.
كاب ماونت كليبس. كاب ماونت كليبس وير ديفلوب فور اندوسكوبيك كلوجر اوف جي اي بيرفوريشن اند فيستول بات ذير اولسو هاز يوتيليتي ان هيموستاسيس كومبيرد ويز سبروزوسكوب كليبس. كاب ماونت كليبس ار ايبل تو كومبريس لارج اماونت اوف تيشو. Over the scope clip system, the OTC compromises an application of cap with preloaded nitinol clip that is mounted onto the distal tip of the endoscope. The mounted clip that is attached to a rotating wheel installed on the handle of the scope by string that runs through the instrument channel of the scope. Rotating the wheel on the handle releases the clip from the cap. And the setup and deployment of these clips is similar to band ligator used to treat esophageal varices. Over the scope clip, Ovisco clip is a large clip compared to standard thoracoscope. The novel endoscopic tunnel allow mucosal approximation of large area, can capture deeper tissue then through the scope clip. Clip that consists of super elastic nitinol shield, زي ما قلنا, وبيبذل من from 8 to 9 newton on the tissue and allow the same time sufficient tissue circulation. The device that has been evaluated numerous studies for its application in gastrointestinal perforation and fistula. وده ازاي بنركب الجهاز. Three bands of the clip are available with different configuration for tissue targeting teeth. Type A, atraumatic, type T, traumatic, type GC, gastric fistula closure. Type A clip هو دوت marketed for hemostasis application. Clip available in three sizes with a variation corresponding to different diameters of application cap, which is necessary for compatibility with range of endoscope outer diameter in 8.5 millimeter to 14.5 millimeter. Two proprietary devices are available for further retracted tissue into the cap if needed. Dual arm forceps, OTC twin grasper, and tissue anchoring tripod OTC anchor, الاثنين متوفرين. وده بيستخدم اكتر في الفيستول. Bad lock system. The bedlock system consists of an application cap with preloaded nitinol clip pouch that's mounted onto the distal tip of endoscope and is attached to releasing mechanism in sotal on the handle of the endoscope by linking cap. على عكس ال OTC, the linking cap runs outside the scope, not within instrument channel. This design theoretically may allow for more efficient suction of tissue into the cap.
Bad lock system is available into two options: bad lock clip for endoscope between 9.5 millimeter and 11 millimeter in outer diameter, and bad lock clip through select for endoscopes between 11.5 millimeter and 14 millimeter in outer diameter. ده شكل الكليب. والخيط زي ما قلنا outside instrument channel. This is a case of 75 years old male patient who had pulmonary embolism 1 week before presenting a severe upper gastrointestinal tract bleeding due to enteral ulcer forest 2A, forest 3. زي ما واضح في الصورة picture A, picture B. This patient was anticoagulated with enoxaparin 10,000 unit. The forest 2A ulcer has a size 1.8 centimeter with visible vessel and coagulant. This was treated successfully with 17.5 millimeter traumatic OTC. The second forest 3 ulcer power 1.2 centimeter and was also treated with 17.5 millimeter traumatic OTC. The end patient discharged and received anticoagulation again after 5 days until completion of his course. And this picture shows 63-year-old male patient had myocardial infarction and stenting and was receiving antiplatelet therapy, aspirin 75 milligram. Present with epigastric vein hematemesis and upper GI endoscopy revealed a delphoid lesion in the fundus with a large visible vessel, 2.5 to 3 millimeter. The lesion was treated after suctioning the blood vessels into the OTC. Effectively, we good control of bleeding achieved. Suturing, endoscopic suturing. Endoscopic suturing over the stitch Apollo is currently available for clinical use. Approximate application, the primary application for this device for perforation closure and bariatric surgery. FDA cleared for soft tissue approximation use of this device for attaining hemostasis in bleeding gastric and anastomotic ulcers has been described. Over the stitch device require a double channel endoscope compatible only with the Nimbus scopes GIF2T 160, GIF2T 180, Nimbus Corporation, Tokyo, Japan, and consists of suture anchor with a detachable needle carrying absorbable and non-absorbable sutures. This device is described in detail in SG technology assessment titled Endoscopy Closure and Devices. وزي ما احنا شايفين في الصورة كده دي الهاند اللي احنا بنتحكم فيها عن طريق الإبرة، بنفتح الإبرة أو نقفل الإبرة واتجت على الاندوسكوب من بره كاب موجود فيه النيدل اللي بتتركب، وده الخيط اللي احنا بناخده بكاثيتر كده، بنمسك فيها الخيط وبنبتدي ندخلها في one channel of the endoscope. بعد ما بندخل الإبرة من الشانل اللي على الأولانية اللي موجودة قدامنا، إحنا كده بنقفل الإبرة الأول علشان نقربها، نعملها أبروكسيميشن عند التوب إندوسكوب، وبندخل الخيط لحد ما نوصل لحد عندها، وأول ما يلمسها نشيل ليه، يبقى كده الخيط مسك في النيدل، نرجع بالنيدل، سحبنا الخيط أول مرة، نرجع تاني عملنا عقدة صغيرة. احنا كده عدينا الخيط واحنا في الخيط. لو انا برجع النيدل زي ما احنا شايفين بندخل في الشانل الثانيه حاجه تيشو ريتراكتور ونمسك بيه التيشو ونشده، وبعدين نقفل النيدل فنعدي الخيط اول مره ونرجع تاني نفتح الابره نسيب التيشو، وبعدين نرجع نمسك الخيط تاني ونرجع، وبعد كده بالتيشو ريتراكتور نريتراكت الايدج الثانيه ونعدي الخيط. ويعني بعد كده هنشوف لو عملنا اكثر من خيط ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين قدامنا كده هو خد الايدج الثانيه وهيورينا، نسيب التيشو هيورينا بقى ان احنا لما نعمل اكثر من خيط هيبقى الشكل عامل ازاي. دلوقتي عملنا اكثر من خيط، هنسيب التب اللي ماسكه هنا تبقى ماسكه في الول نفسه، وبدخل الاند دي ازق اللي كنت ماسك فيها الخيط
هزقها في الوول واشد لحد ما اسحب الحاجه اللي ماسكه الابره واسيب الاند الثانيه البلانت. انا كده عملت سيلينج للايه؟ للفتحه اللي كانت موجوده. دي الميكانيزم اوف وركينج بتاعت الاندوسكوب سيرشنج ديفايسز. توبيكال تريتمنت، توبيكال سبراي. ادفانتج بتاعتنا هي نون كونتاكت سبراي ايز تو يوز في لاك نيد فور بريسايز ليجن تارجتنج التشو اكسس تو ذا ليجن ان ديفيكالت سيتويشن. نعتبرها سالفج ثيرابي للعينين. انا مش شايف بليدنج بوينت واضحه والدنيا اوزنج قدامي وغرقانه دم، فاوقف الدم ده ازاي عشان احضره فور برايمري هيموستاتيك موداليتي عن طريق الباودر دي. اشهر حاجه الكيمو سبراي بتاع كوك، ودي بروبريتي ان اورجانيك ابسوربنت باودر رابيدلي كونسنتريت كلوتينج فاكتورز ات بليدنج سايت فورمينج كواجيولم. كواجيولم ده بيقلل البليدنج. الكيمو سبراي ده ابلايد يوزنج هاند هيلد ديفايس في ايدي ويز بريشرايز سي او 2 كانستر وترانسكوب ديليفري كاتيتر وريزرفوار فور باودر كارتج. والباودر دي ديليفرد باي ذا اندوسكوبست باي بوشنج بتون 1 to 2 سكند بيرست انتل هي موست اتشيف. والماكسيمم اماونت بتاعتنا اللي احنا ممكن نستخدمها سيفلي ديورنج سنجل تريتمنت سيشن هاز نوت بين استابليش. كواجيولانت تيبيكالي سلافس ويزن 3 دايز اند از ناتشورالي اليمينيتد. وكوك هنا هي سبراي هيشرحوا لنا ازاي بيشتغل الهيم سبراي.
other topic الهيموستاتيك سبريز باودرز انكلود اندوكلوت كاليفورنيا ده برضه absorbable modified polymer as intended to use an adjuvant hemostatic agent to control bleeding and GI bleeding biocompatible non-biogenic starch derived compound rapidly absorb water from the serum and concentrate platelets red blood cells coagulation proteins at bleeding site to accelerate clotting cascade Ankerfeld stubble وده موجود في اسطنبول this topical agent promote formation of protein mesh that acts as an anchor for lysosite aggregation without significantly altering coagulation factor and platelet delivered onto bleeding site via endoscope spray catheter until the adjuvant coagulant is formed واخر حاجه اللي هو ايه اي دبليو دي biocompatible natural polymer powder for using aldehyde dextran succinyl acid modified lysine that's converted to an adhesive gel. المادوريفايز تيب ده عباره عن ميوكوزال لسريشن occurs at gastroesophageal junction and usually extend distally to hiatus hernia typically have history of recent non-bloody vomiting with excessive bleaching followed by hematemesis endoscopy reveals single tear that begins at the gastroesophageal junction and extends several millimeters distally into hiatal hernia and so most patients with bleeding malignized tear require no intervention others has hemodynamic need hemodynamic support and endoscopic management and endoscopic management as summarized injection therapy, contact, thermal, argon, plasma coagulation, hemoglobin placement, and band ligation. Endoscope treatment might revise injection therapy as shown in picture A, picture B, band ligation, picture C, hemoglobin used. Stress ulcer mucosa occurs with extremely ill patient, major burn, major third degree burn, major intracranial hemorrhage, patient or mechanical ventilation and use of IV H2 blocker or PPI infusion is treatment of choice. Non-steroidal after the patient who chronically ingests non-steroidal have urgence most frequently and severely affected side is gastric antrum. Portal hypertensive gastropathy on endoscopic mucosa engorged friable portal hypertensive gastropathy caused by increased portal venous pressure and severe mucosal hyperemia that result in ectatic blood vessels, proximal gastric body, and the cardia oozing the blood. Endoscopic classification of BHG into mild, moderate, severe, according to new Italian guideline, pink in center mosaic plus in a mild, flat, red spots mosaic, moderate, diffuse, red mosaic, sorry. دي صورة بتوضح الجريجز دي. Gastric antral vascular ectasia caused characterized by rows or strips of ectatic mucosal blood vessels that emanate from bilorus and extend proximally into the antrum. Etiology بتاعها unknown. Gave is the most commonly reported in older age women and patient with end-stage renal disease and associated with cirrhosis and scleroderma. Gave may be associated with portal hypertension and may not be associated with portal hypertension. For management, medical, endoscopic, by cryo-mediac laser, argon plasma coagulation, endoscopic band ligation, radio frequency ablation, and surgical management and tracheotomy. If you can have any gave with portal hypertensive gastropathy in treatment, non-selective beta blocker for portal hypertensive gastropathy, here, ABC. If rebleeding, ABC-mediac, If refractory to bleeding tips, operation, henna cryotherapy, or surgical antrectomy. The delphoid lesion, large 1 to 3 millimeters of mucosal arteries that protrude from mucosa, not associated with peptic ulcer disease, can cause massive bleeding, usually located in the gastric fundus within 6 meters of gastroesophageal junction. Delphoid lesion can be difficult to identify at endoscopy because of intermittent nature of bleeding. The overlying mucosa may be appear normal. Here, the endoscopic Doppler ultrasound has been used to help in diagnosis of delphoid lesion. The delphoid lesion here is found and treated. The site is marked with submucosal injection of ink to tattoo the area in case of pre-bleeding and the need for retreatment. Endoscopic hemostasis of delphoid lesion can be performed by injection, thermal probe, clip device, and by band ligation. Rebleeding is rare when hemostasis is established. Capillary lesions,
are linear erosions or ulceration in proximal stomach at the end of large hiatus hernia near diaphragmatic pinch. Cavern lesions are thought to be caused by mechanical trauma and local ischemia as hernia moves against the diaphragm and only secondary by acid pepsin. May present with a slow GI bleeding and iron deficiency anemia. Long-term medical management is usually with iron supplementation and an oral PPI. Autoenteric fistula bleeding, usually acute, massive, high mortality from 30 to 100% of patients. Autoenteric fistula is a communication between native abdominal aorta and most commonly third portion of the duodenum. Self-limited hemorrhoid bleeding may occur hours to months before more severe exsanguinating blood. Secondary, autoenteric fistula between the third portion of the duodenum and proximal end of the graft. But may occur elsewhere in GI. Fistula usually fall from 3 to 5 years of after graft. Surgical treatment is required to remove the infected graft, and therapeutic endoscopy plays no role in management of bleeding from autoenteric fistula. To summarize, patient with hematemesis and bilirubin is hemodynamically stable. Our endoscopy should be done within 24 hours. If source identified, treat specifically. If no source identified, colonoscopy. If the source is identified, specific therapy. If not identified, evaluate for small bowel bleeding. Hemodynamically unstable patient with severe, resuscitate, prepare for upper endoscopy, consult surgery, interventional radiology, upper GI endoscopy done and source identified, treat specific treatment. If not identified, colonoscopy. If source identified, specific treatment. If not identified, does severe bleeding is continued, now continued. If not continued, evaluate for small bowel bleeding. If still continued, CT angiography and the standard angiography and or push enteroscopy. If source identified, treat. If not, and ongoing bleeding, miss and afsena. If not, evaluate for small bowel disease. If yes, deep small bowel enteroscopy. If source identified, treat. If not, and ongoing bleeding, miss and afsena. Not ongoing bleeding, medical treatment. If ongoing bleeding is still, CT angiography, Meckel's scan, laparoscopy, laparotomy, and intraoperative enteroscopy is indicated. Thank you. قلت عليكم معلش. دي الجايد لاينز اللي احنا اعتمدناها واعتمدنا عليها الـ ECG جايد لاينز 2021 والـ SB 2021 والـ approach to our gastrointestinal tract bleeding and others up to date literature reviews January 2021. Contact thermal device from up to date, endoclips, bleeding lesions beyond literature, devices of endoscopic hemostasis of non-variceal bleeding, invited review of therapeutic endoscopy of non-variceal bleeding. Thank you.